بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. من أرض اصطفاف عروس القناة، معقل بواسل النضال، قائدة إقليم الولاء والتضحية والفداء، تصطف الآن كوكبة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي. تمام يا فندم. رائد محمد عبد الرحمن محمد، مكتب مستشار عسكري الاسماعيليه. استاذن سيادتك بعرض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي. نحن الان في عرض اصطفاف مركبات ومعدات محافظه الاسماعيليه لمشروع تدريب العمل المشترك صقر 82 لمجابهه الازمات والكوارث. التوجيه الطبوغرافي. اتجاه الشمال في اتجاه السهم المميز باللون الاحمر. اهم الطرق والشوارع الرئيسيه. الطرق والشوارع الطوليه على يمين المنصه وعلى مسافه 250 متر الطريق الدائري. على يسار المنصه وعلى مسافه 750 متر شارع 20. اهم الشوارع والطرق العرضيه امام المنصه وعلى مسافه 250 متر شارع شبين. خلف المنصه وعلى مسافه 450 متر شارع 6 اكتوبر. التوجيه التكتيكي. في اتجاه السهم رقم 1 تصطف المعدات التقيلة وعربات ومركبات إدارة المرور والمسطحات المائية والشركات المدنية والحماية المدنية. في اتجاه السهم رقم 2 وفي الخلف تصطف عربات مرفق الإسعاف والهلال الأحمر. في اتجاه السهم رقم 3 تصطف مركبات ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية. يليها يصطف مركبات ومعدات حي اول الاسماعيليه. في اتجاه السهم رقم 4 تصطف مركبات ومعدات حي ثالث الاسماعيليه. يليها يصطف مركبات ومعدات حي ثالث الاسماعيليه. يليها يا فندم يصطف مركبات ومعدات. Thank you.